هاي بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. وحشتوني قد البحر وسمكاته. بالظبط كده، هو فعلا انتوا وحشتوني قد البحر وسمكاته. انا اسفه جدا ان اتاخرت عليكم في الفيديوهات، بس اللي متابعني على انستجرام كان عارف ان فهدي كان تعبان شويه وكنا في المستشفى وتفاصيل كده معقده كتير، بس الحمد لله هو دلوقتي بقى احسن الحمد لله يعني. فعشان كده اتاخرت عليكم شويه في الفيديوهات، او بقالنا كده اسبوع تقريبا على ما ينزل لكم الفيديو ده، بقالنا اسبوع ما نزلناش ولا فيديو، بس ان شاء الله نرجع تاني زي ما كنا. مش عايزه اطول عليكم في الانترو بتاع الفيديو. فيديو النهارده عن الجامعه. انا عارفه ان انا اتاخرت عليكم في الفيديو ده، صحيت دلوقتي اصلا ومش شايفه يعني، فقلت ده انسب وقت اصور لكم فيه حاجه تخص الجامعه بما ان الكل بيصحى بدري في الجامعه. النهارده الفيديو عن الجامعه بكل تفاصيله بقى، ميك اب الجامعه، لبس الجامعه، علاقاتنا جوه الجامعه، الحاجات دي كلها. فان شاء الله يا بنات الفيديو يعجبكم ويفيدكم، وانا عارفه ان انا متاخره في الموضوع ده، طبعا انتوا دخلتوا الجامعه من بدري، بس سامحوني ونعمل ابديت يعني، يمكن اضيف لك حاجه جديده يعني. بس كده حلوين، يلا بينا على طول نبتدي. بس ما تنسوش قبل ما نبتدي الفيديو تعملوا لي لايك للفيديو، كمان تشتركوا تحت في القناه من المربع الاحمر اللي موجود تحت الفيديو، كمان تعملوا لي فولو على انستجرام عشان فعلا هيفوتكم حاجات كتير، لان احنا كمان بقينا بننزل فيديوهات ميك اب على انستجرام. فلو مش متابعانا على انستجرام اعملي لي فولو من الاسم اللي هيظهر دلوقتي على الشاشه او من اللينك اللي موجود تحت في الديسكربشن بوكس، هيوديكي على الاكونت على طول. ويلا بينا نبتدي. طب يا بنات خلونا يلا نبتدي، اعملوا حاجة بقى تشربوها عشان نقعد كده نتمزج بالفيديو. انا عملت قهوة لان دلوقتي الساعة 10 إلا 10، فالصبح بحت يعني. انا طبعا صاحية من الساعة كام؟ صاحية من الساعة 7 إلا ربع، من 7 إلا ربع، فيعني كده تقريبا انا في نص اليوم يعني. anyway خليني افتح معاكم عدسات لسه جايلي جديد، الباكج بتاعها اهو لسه ما جربتهاش. فتحت واحده بس جربتها والثانيه لسه ما جربتهاش. العدسه دي من براند اسمها لينس سيركل، انا مش عارفه نوع البراند دي ايه، بس ليها ويب سايت كبير جدا بيبيع العدسات. العدسات جايالي معاها اللي هي الاكياس اللي هي مش عارفه اسمها ايه، اللي هي بتتضم كده، اوكي. وبعتلي عدستين، خليني اوريكم اللي انا فتحتها. اول واحده، اول حاجه هي بتيجي بالشكل ده يعني، دي مش حاجه سبيشال يعني، هي حتى ما بتطلبيها من الويب سايت، بتيجي بده شكلها، بيجي معاها اللي هي الكونتينرز اللي بيبقى محطوط فيها العدسه اللي هي بتاع الازاز دي، اوكي. وبيجي معاها كونتينر كده عشان تحطي فيه العدسات تشيليها، وكمان بيجي معاها زي جايد كده عشان يتكلمك اكتر عن العدسات يعني، اوكي. خليني كده اوريكم اول عدسه. العدسه دي انا مش عارفه اسمها ايه الصراحه، هي مكتوب عليها YH305. اللينك بتاع العدستين هتلاقيهم موجودين تحت في الديسكربشن بوكس، وكمان الويب سايت هتلاقوا اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن بوكس. انا فتحت اول عدسه ولبستها، بس لبست خلاص بقى يعني، خلاص صدقت ولا انا هعملك سايلنت على فكره. العدسه دي اما جيت لبستها لبستها في عين واحده عشان اشوفها هتحسسني ان في حاجه تقيله على عيني ولا لا، بس كانت جميله جدا. العدسه المفروض ان هي من العدسات اللي بتكبر العين، بس انا ما حسيتش كده خالص. خليني اوريكم لون العدسه، وفيها حاجه هقول لكم عليها كده دلوقتي، بس مجرد ما نلبسها بس هكلمكم عنها. ده يا بنات لون العدسه، المفروض ان العدسه بتوسع العين، بس انا حساها مش بتوسع العين، حاساها قد القطر بتاع عينيا. تمام، فيها حاجه حلوه قوي لاحظتها، ان اغلب العدسات لما بلبسها شويه بحس ان عيني كده احمرت حاجه بسيطه، بس بعد كده بتروق يعني. لكن دي اول ما بتلبسيها اللي هو حتى عينيكي مش بتعمل شويه حمار، لا بصوا عيني لسه زي ما هي بيضه كده مفيش اي حمار. فهنشوف بقى العدسه اللي هنلبسها النهارده ايه. بصوا دي يعني دي العدسه بتاعتنا اول واحده، ده لونها عليا، شكلها مش باينه انها اوفر يعني، الوانها جميله. دي تقريبا على رمادي شويه، رمادي واطار اسود وكده، فتحسوها شكلها عاديه مش اوفر. خليني بقى افتح معاكم العدسه الثانيه، انا لسه ما فتحتهاش، انا فتحت واحده بس. زي ما قلت لكم بتيجي في البتاعه دي اللي مش عارفه اسمها ايه، وبيبقى العدسه جواها، وطبعا مقفوله باحكام مش طبيعي. بتشيلي الاول الغطاء اللي من فوق ده، وبعد كده بتلفي دي كده، تروح
فتحيها. العدسة التانية بنات اسمها CM902، اوكي خليني اوريها لكم. حاسة دي اللي هنلبسها النهاردة الصراحة، لان هي من الالوان اللي انا بحبها. بص لونها، لونها ناتشرال جدا. انا بحب بقى العدسات اللي شبه كده اكتر، لكن التانية برضو ناعمة مش اوفر، بس يعني بحب العدسات دي اكتر. فدي العدسة اللي هنلبسها النهاردة. بس قبل ما نبتدي خليني اقول لكم على المحلول اللي انا بستخدمه. انا بستخدم المحلول ده اللي اسمه اوبتي فرين، بحبه جدا، بيريحني جدا، ما بيوجعليش عينيا، يعني عشرة العمر يعني. طب يا بنات، اول حاجة طبعا موضوع العدسات ده، انتي لو مش حابة تلبسي عدسات ما تلبسيش. في بنات بتحب تلبس، مش هطلع اقولك لا اصلك العدسات هتبقى اوفر ومش اوفر. اعملي اللي تحبيه، اللي انتي مرتاحة فيه اعمليه، مفيش رولز لأي حاجة في الدنيا. بس في حاجة اسمها ايه، بلاش نبقى اوفر. في حاجة اسمها بلاش يبقى شكلنا ملفت قوي. يعني عايز تلبسي عدسات، البسي حاجه يكون شكلها ناتشرال، ما تكونش باينه انها بارزه قوي. بلاش رمادي فاتح، بلاش لبني فاتح، بلاش ازرق، بلاش الحاجات دي كلها. خلينا في الهادي كده عشان ما نفرجش علينا الناس، لان مجتمع الجامعه بيبقى اغلبه تريقه. يعني اللي عاشوا في الجامعه عارفين اللي انا بقوله لكم دول، وانا ناس جايه لكم المستقبل، تمام؟ وهتسمعوا الجمله دي كتير، انا شخص جايه لكم المستقبل وبقول لكم بلاش. اول حاجه هستخدمها اول ما هصحى الصبح اكيد، ان انا هستخدم الشيتس اللي انا عملتها في الفيديو اللي فات، اللي فات ولا اللي قبليه، anyway اللي قبل اللي فات، كنا عملنا الشيتس دي اللي هي بتتحط تحت العين. فاكرين انا عاملاها من قد ايه؟ اهي زي الفل، اهي مفيش اي حاجه، ولا حصل لها عفونه ولا جرى لها اي حاجه، ولا اذتني ولا اي حاجه. بستخدمها كل يوم ومفيش مشكله. هحط لكم اللينك بتاعها هنا، دوسوا عليها هيوديكم على الفيديو على طول. الشيتس دي بتفوق كده تحت العين الصبح، وبتخلي تحت العين كده فريش. فهحطها كده، ومجرد بس ما السقوعيه بتاعتها تروح شيليها كده يا بنات، خلاص السقعية بتاعتها راحت، يعني بتفوق فعلا تحت العين. فدي من الحاجات اللي بحبها، اجيب بس منزيل اشيل الباقي كده. نيجي بعد كده يا بنات للترطيب. طبعا انا حاطه الكريم المرطب بتاعي، بس هحط برضو كريم النهار. هستخدم الكريم ده من فيد اوت، تقدري تستخدمي اي كريم، في اولاي، في اي حاجه، اي كريم نهار، عشان بيبقى فيه اس بي اف. يعني انا بحب كريمات النهار دي عشان بيبقى فيها اس بي اف. تقدري تحطي بس السان بلوك العادي بتاعك ومفيش اي مشكله فيه. بس طبعا يا بنات الكريم المرطب، قصدي الكريم النهار، ما بيغنيش عن كريم المرطب. يعني لازم تحطي كريم مرطب يعني بشرتك، ايا كان نوع بشرتك ايه. بعد كده هستخدم كريم العين من فيد اوت. صورة الكريم ده هتلاقوها عندي على انستجرام. طبيعي تحطي كريم مرطب من اول ما تخشي الجامعه، كريم مرطب لمنطقه تحت العين. خلاص بقى انت من فتره انك ابتديتي تخشي الجامعه، يعني تقريبا من 20 21 سنه، فانت خلاص بقى يعني لازم تهتمي زياده عن اللزوم، لان انت شخص بينزل كل يوم، شخص بيحط ميك اب كل يوم، بيتعرض للشمس كل يوم، فبشرتك دي لازم تتدلع. يعني بصوا مش هكدب عليكم ولا اقول لكم بقى، اصل انا ايام الجامعه ما كنتش بحط ميك اب خالص والكلام ده كله اطلاقا يا بنات. انا كنت يعني ايه ملكه الاوفر في الجامعه، والله بجد مش هكدب عليكم. مش هقول لكم بقى اصل كنت بحط الروج او المرطب وانزل خالص، فول ميك اب، فول ميك اب. بصوا الميك اب عموما يا بنات هو اذواق او تعبير عن النفس، تمام؟ في ناس ما تحبش خالص تحط ميك اب لان هي عارفه ان الوقت ده مش مناسب، وهم صح يعني، هم ده جامعه يعني مش مناسب ان احنا نافور، تمام؟ وفي ناس تانية بتحس ان هي كونفيدنت قوي او واثقه في نفسها قوي وحاطه ميك اب. فليه نروح نقول للناس ما تعمليش وما تسويش؟ انا مرتاحه كده، انا حاسه ان انا حالتي النفسيه كده احسن بكتير، فانا حره اعمل اللي انا عايزاه. المهم ان هو ما افورش، يعني حطه بس ما تافوريش. يعني مثلا مفيش رولز معينه تمشي عليها عشان يبقى هو ده ميك اب الجامعه. مفيش اصلا ميك اب للجامعه، ومفيش ميك اب للشغل، مفيش رولز. الميك اب مفيهوش رولز. انا زي ما قلت لكم حطيت الكريم المرطب وحطيت كريم النهار اللي فيه اس بي اف 25، وانا بالنسبه لي ده اناف جدا، لان انا ما بروحش للاماكن اللي فيها شمس واروح اقعد فيها. يعني انا كنت حتى في الجامعه كده اروح ادور على اي مكان ظل واروح اقعد فيه، ما بقعدش تحت الشمس. بس بالنسبه للناس اللي الجامعات بتاعتهم قصدي الشمس عايشه فوقيها، فيعني طبعا لازم سان بلوك اقوى من كده بكتير. الاساس لبشرتك بقى، يعني مش عايزه ارغي معاكم كتير، بس انتوا وحشيني والله، عايزه اقعد اتكلم معاكم كتير. الاساس لبشرتك تحطي اللي انت عايزاه،
اهو بقول لكم حطي اللي انت عايزاه. عايزه تحطي كنسيلر بس حطي، عايزه تحطي فاونديشن حطي، عايزه تحطي بيبي كريم حطي. كل واحد بشرته غير التانيه، في واحده بشرتها حلوه جدا فهي مش محتاجه تحط حاجه عليها، في بنت عندها تصبغات، عندها مشاكل، عندها حاجات عايزه تخفيها ومش عايزاها تبقى باينه، فعايزه تحط حاجات تنفع للحاله اللي هي فيها. تقدري تحطي لاروش بوزي اللي هو ده، عايزه اعمل لكم زوم برضه عشان تشوفوا اكتر. ده ثمنه تقريبا 350 جنيه، يعني اما جبته من مصر كان ثمنه كده. ده جواه فاونديشن وسان بلوك ونسبته 50%، فده حلو جدا 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 للاستخدام بتاع الجامعه، يعني حاجه حلوه. مش عارفه الشاشه ضلمت ليه، استنوا كده، ايوه نورت. اوكي، او تقدري تجيبي الفاونديشن بتاع ايسنس، ارخص فاونديشن موجود، لو في ارخص منه اكتبوا لي تحت في الكومنتس لان انا ما اعرفش ان في ارخص منه يعني، او الفاونديشن بتاع ويت ان وايلد. الاثنين فاونديشن دول لو انت بشرتك من عاديه المختلطه مايله للجفاف بالنسبه لك دول هيبقوا جمال قوي. لو انت بشرتك بقى الدهنيه مبهدله الدنيا، فكاستخدام يومي تقدري تستخدمي الفاونديشن بتاع لوريال انفيلابل ده اللي هو ده درجتي فيه 30 هاني، بس هي بتبقى غامقه وانا بحب كده يعني، فده هيبقى حلو جدا كاستخدام يومي. والله ما عندكيش اي مشاكل وعايز تحطي كنسيلر بس، فانت كده تمام جدا واجدع من ناس كتير قوي. خلاص خليني ابتدي معاكم. انا هحط معاكم الفاونديشن بتاع ويت ان وايلد، بقى لنا كتير قوي ما استخدمناهوش فهستخدمه معاكم في الفيديو ده. درجتي اللي هي بالظبط اللي هي لوني اسمها جولدن بيج. حطيت كده نقط بس من الفاونديشن، ان الكاميرا كانت طافيه وانا سقطت خالص ان انا شغاله، وهستخدم براش من ريال تكنيك وهبدا اتعب كده النقط اللي انا حطاها. ما تكتريش يعني نقطتين ثلاثه كده اللي هم يوحدوا لون البشره. انا من الناس اللي كنت بحط فاونديشن في الجامعه عادي ما فيش مشكله، ما كنتش بحس انه لا مش لازم ما تحطيش والكلام ده كله، لا عادي كنت بحط يعني كنت بحب. كان عندي مشاكل في بشرتي ما كنتش متصالحه معاها، مش كل الناس متصالحه مع مشاكل بشرتها، وكنت عادي احب احط فاونديشن مفيش مشكله. في ناس كده عارفين لو يحبوا يدلعوا نفسهم تحب تنزل من بيتها كده برنسيسة، وفي ناس تانية تحب تغسل وشها وتنزل، هي اذواق بقى يعني. كده خلاص وزعت الفاونديشن زي ما انتم شايفين كده اللي هو وحد بس لون البشره، ما حطيتش طبقه كبيره قوي يعني، يا دوبك بس وحدت لون البشره. نيجي بعد كده بنات للكنسيلر. لو انت ما عندكيش هالات ملوش لازمه يعني هتحطيه ليه يعني، لكن لو عندك هالات وعايزه تخفيها فتقدري تحطي كنسيلر. انا يعني الفيفوريت بالنسبه لي وبحسه مناسب هو الكنسيلر بتاع ميبيلين فيت مي ده. بصراحه بنات انا ما اعرفش سعره في كام في مصر لان انا مش بشتري الحاجه من مصر، عشان كده ما اعرفش الاسعار في مصر كام يعني، بس اكيد اغلب البنات عارفين الاسعار في مصر كام. خلاص يا بنات اهو حطيت الفاونديشن. نيجي بعد كده النقطة مهمة جدا، لو انت بشرتك جافة عادية مختلطة مائلة للجفاف مش مهم خالص انك تثبتي باودر، خلي بشرتك كده باينة انها جلوي وفريش وشكلها عادية. لكن لو انت بشرتك دهنية او في مناطق عندك بتزيت قوي او هتقعدي طول اليوم بره، فتقدري تستخدمي لوز باودر. انا هستخدم اللوز باودر دي بتاعت RCMA. تقدري تستخدمي اي لوز باودر تيجي على بالك، مش ما تربطيش نفسك بحاجه معينه، بس خليها لوز باودر بلاش كومباكت عشان ما تبقاش تقيله على بشرتك. وثبتي كده فرشه كبيره بشكل خفيف على كل بشرتك، المهم انه ما يبانش ان انت حاطه طبقه باودر كبيره اللي هي يا دوبك بس حاجه تثبت الميك اب مكانه. نيجي بعد كده يا بنات للبلاشر. البلاشر في منه نوعين، في منه الكريمي وفي منه المات او الباودر. تقدري تجيبي البلاشر ده من ايسنس، حلو جدا وثابت جدا. الدرجه دي اسمها 20 بريمي اب، يعني ده لونه حلو قوي للاستخدام اليومي. او تقدري تستخدمي اي بلاشر كريمي زي البلاشر ده مثلا من اوتو او، ده تقدري تجيبيه اونلاين من على علي اكسبريس، او البلاشر ده من ذا فيس شوب، في بنوته على انستجرام بيبيع، هحط لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن بوكس. بصوا بقى انا بعمل ايه، لان التنت ده تقيل قوي وبيبهدل الدنيا، يعني ايه لازم تاخدي بالك. ما تحطيش بقى على طول على وشك، لان لما بتحطيه على وشك لازم تدمجي على طول وبسرعه لانه هيطبع، فانا بحطه كده على الفرشه وببدا ادمجه كده. طبعا هو ممكن يبان عندكم في الكاميرا ان هو اوفر قوي، بس هيهدى دلوقتي. شايفين
لونه على البشره كيوت قوي قوي قوي. اوكي تقدري تستخدمي برضو نفس التنت على شفايفك لو انت بتحبي الشكل بتاع التنت ده، انا بحبه يعني، بحب استخدم الشكل ده. وهديكوا اوبشن تاني يعني. خلينا في الخطوه اللي بعد كده، وهي خطوه مهمه جدا بالنسبه لي، هي خطوه الحواجب. انا من الناس اللي حواجبها خفيفه، فببقى عايزه بس حاجه تهندم شكلها بس مش اكتر. مش هكدب عليكم، ايام الجامعه انا كنت بستخدم الجل، كانت حواجبي رفيعه جدا، كنت ببقى محدداها جدا، وكان بيبقى شكلها زفت جدا، حق ربنا يعني يقال يعني، مش هكدب عليكم. بس دلوقتي لا، بقيت اميل اكتر للناتشرال، وخليكي في الناتشرال احسن عشان ما يبقاش شكلهم ملفت. يمكن كانت حواجبي اكتر حاجه كانت بتبقى ملفته ايام الجامعه الصراحه، مش هكدب عليكم يعني، كان دايما بيجي لي كومنتس عليها، بس عادي ولا كان بيهمني. شايفين الثقه؟ انا باكنه وانا واثقه في نفسي، هو ده بالظبط. هسرح يا بنات حواجبي كده لفوق باللي هي الفرشة اللي هي بتاعت الحواجب دي. مش عندك اي ماسكارا فاضية مفيش مشكلة، مش عندك فرشة السنان زي الفل، هتعمل احلى شغل. خليني بقى ايه استخدم معاكم الكات الحلوة دي، البنات اللي على انستجرام اكيد شافوها الكات دي من ويت ان وايلد، محطوط فيها من جوه، خليني اوريكم كده، محطوط فيها فرشة صغنونة، فرشه صغنونه بصوا اهي، خليني اوريها لكم، حلوه جدا وبتحدد بشكل حلو، وجواها كمان ملقط صغنوني كده اوكي، وفيها زي واكس، ما تعملوش بيه اي حاجه، وحش جدا. والدرجه دي حلوه موت، والدرجه الغامقه دي، الدرجتين دول تحفه. الدرجه دي برسم بيها شعره، والدرجه دي بملى بيها حواجبي. وبالصدفه يعني بالصدفه اكتشفت ان فيها مراية صغنونة كده اوكي، فدي حاجة حلوة جدا للجامعة يعني اوكي. هستخدم الفرشة اللي فيها عشان اوريكم قد ايه هي لطيفة وحلوة موضوع المراية دي، انا والله اكتشفتها بالصدفة اصلا اوكي. خليني بقى استخدم اللون اللي هو في النص ده الفاتح، وارسم بيه حواجبي. كل ده يا بنات على خفيف قوي يعني، حاولي ما تقليش ايدك عشان الموضوع يبقى ناتشرال اكتر يعني. وبعد كده باخد من اللون الغامق على طرف الفرشه على السن بتاعها، وبعمل بيه شعره شعره. كده شايفين؟ وبعد كده برجع ادمج بالفرشه دي. شايفين يا بنات شكل الحاجب؟ شكل الحواجب كده زي ما انتم شايفين، لطيفة خالص تمام. نيجي بعد كده للقلم بتاع جوه العين. تقدري تحطي قلم كحل زي ما انت عايزة as you like، تقدري تحطي قلم نود برضو as you like، اللي انت عايزاه. حتى يا بنات موضوع رسم الحواجب بالباودر ده، تقدري تستخدمي اي باليت اي شادو عندك موجود فيها لون بني مات وتستخدميه للحواجب، يعني مش لازم برودكت معين للحواجب. انا هستخدم القلم النود ده برضو من ويت ان وايلد. المفروض ان القلم ده هايلايتر لتحت الحاجب يعني، بصوا المفروض ان هو دوره كده يعني، بس انا بحب احطه جوه عينيا، حلو قوي وثابت جدا، ولونه اللي هو النود اللي على بينك اللي هو شبه الخط بتاع العين يعني. نيجي بعد كده يا بنات لخطوه الايلاينر. مش كل البنات بتحب تحط ايلاينر، بس في بنات الايلاينر بالنسبه لهم مهم جدا، اللي هو من نغيره ونحس ان عينينا دي مش مفتوحه. انا من الناس اللي كنت بحب قوي ايام الجامعه احط ايلاينر، كنت بعشقه وعشق كده، لو ما عملتش ايلاينر احس ان عيني مش موجوده كونسبت. فهستخدم معاكم النهارده القلم اللي هو بتاع فوريفر 52. القلم ده يتضرب بيه المثل بالثبات، ان كان جوه العين ولا ان كان من فوق، مش بيطبع مجرد بس ما تحطيه مثلا على خط الرمش وتدمجيه خلاص هو ثبت مكانه مش هيتحرك. اعمل بس بيه خط الرمش اللي هو بس احدد فوق عينيا اوكي. هاخد فرشه كده تكون متحدده، لان انا مش عايزه اوزعه على مساحه واسعه، انا بس عايزاه هنا على خط الرمش، وابدا اوزعه كده بالفرشه بحيث يتموه يعني. ممكن اسحبه على بره شويه كايلاينر كده،
بعد كده للمسكرة. اكتر مسكرة بحسها مناسبة وسعرها معقول نوعا ما وثباتها حلو وبتدي فوليوم حلو هي المسكرة دي بتاعت ايسنس اللي اسمها لاش برنسس. المسكرة التانية اللي هي بتاعت ايسنس الفوشيا هي لطيفة وكل حاجة، بس مشكلتها شوية انها بتكلكع الرموش في بعض، فيمكن ده عيبها الوحيد. وفي مسكرة تانية من ايسنس اسمها انستانت فوليوم بوست، المسكرة دي بتدي فوليوم فظيع بس مشكلتها انها مش ووتر بروف فهتطبع معاكي فوق هنا، فخليكي فلاش برنسس مؤدبة ومحترمة وجميلة. نيجي بعد كده يا بنات للروج. الروج تقدري تستخدمي التنت زي ما قلت لكم، حطي تنت عادي بيبقى شكله كيوت قوي الصبح وبيخليكي باربي وكده، او تقدري تستخدمي روج. من الالوان اللي بحسها تنفع لكل يوم تمام الالوان دي، الالوان دي من عند عهود على فكره، ثابتين جدا حلوين جدا، مش بينشفوا الشفايف، هما مات بس مش بينشفوا الشفايف، تحفه. الدرجه دي اسمها تويرل اللي هي على كشمير شويه، والدرجه دي على بينك اسمها بيشن، والدرجة دي اسمها هارفست. دول بحس ان احسن درجات ينفعوا لكل يوم، فمن الارواج التحفة. النهاردة هستخدم الدرجة دي اللي اسمها تويرل عشان نوعا ما هتبقى لايقة شوية مع الطرحة، بس من احلى الدرجات اللي عند عهود اللي تقريبا اغلب الناس اشترتهم من عندها، احط لكم لينك الصفحة بتاعتها تحت في الديسكريبشن بوكس. بلاش بنات روج احمر بلاش يعني، استنى هو عموما في اخر الفيديو شوية نصايح كده هقولها لكم على السريع، بس اوعي اوعي روج احمر، لا لا يعني انا كنت كوين اوف اوفر، كنت بحط ميك اب كتير بس ما كنتش بحط روج احمر ابدا. نيجي لاخر خطوه اللي انا عارفه ان في بنات كتير دلوقتي بقت بتحطها، يمكن على الوقت اللي انا كنت فيه في الجامعه ما كانتش لسه ظهرت الترند دي، الهايلايت. الهايلايت يعني مهما كان كيوتة ومهما كان رقيقة وكده بلاش، لان اغلب الهايلايتس الرخيصة فيها جليتر، مش هكدب عليكم اغلبها فيها جليتر، فمش هيبقى لطيف الصبح. الاحلى الصبح ان بشرتك تكون جلوي يعني باينه انها فريش وصحية، فممكن تجيبي شوية مية ورد اوكي تحطيهم في ازازه مثلا زي دي. انا كان عندي السبراي ده اللي هو باللافندر بتاع ماريو باديسكو، انا بحب اكتر ميه الورد احطها كده، بس اللافندر ده ما بستخدموش على طول، فروحت خدته وحطيت فيه شويه هايلايت اللي هو الدروبس. تقدري تحطي برضه فيه هايلايت باودر، يعني تقدري تقشري شويه من هايلايت الباودر وتحطيه فيه. ابدا ارشه على بشرتي. بصي يا بنات شايفين خلى بشرتي جلوي ازاي؟ يعني شايفين خلى كأن بشرتي نضرة من غير ما ابقى حاطة هايلايت باين، فاهمين؟ كل بشرتي جلوي فيها لمعة صحية بس في نفس الوقت مش حاطة هايلايت وباين ان هو اوفر. دي بنات وجهة نظري كده يعني بعد خبرة السنين، زي ما بقول لكم كده لحد جاي لكم من المستقبل وبقول لكم خليكم كده الدنيا جميلة عشان ما تبقوش طريقة الناس اللي موجودة. يمكن دلوقتي اغلب البنات بقت عارفة في الميك اب اكتر، فيمكن زمان ما كانوش كل البنات عارفة في الميك اب، فاصلا لما يلاقوا واحدة بتحط ميك اب فينبهروا، دلوقتي بقوا بيتريقوا تمام. فده كده تصوري عن البنت اللي عايز تحط ميك اب، بس يعني ايه مش هقول لك بقى حطي الكنسيلر بس وحطي مش عارفه ايه بس، لا حطي زي ما انت عايزه، المهم الفينش في الاخر يبقى على الهادي يعني عشان محدش يتريق عليكي. نيجي بعد كده يا بنات لحاجات مهمه جدا اهم بكتير قوي من الميك اب، ودي نمبر 1 يعني حطوها قبل الميك اب قدام، وهي النظافه الشخصيه. اهتمي بنظافتك انت الشخصيه، مش لازم تحطي بيرفيوم احسن نوع، يعني مش لازم البيرفيومز خالص، يعني تقدري تحطي بس هو الديودرنت دي اهم حاجه اهم من البيرفيوم عشان بس ريحتك تبقى جميله. لازم تاخدي دوش، لازم يبقى يعني انت نظيفه، لازم تبقي نظيفه انت بنوته، فاهتمي بالنقطه دي كويس جدا قبل بقى الميك اب والشكل، لان كل ده من بره. تخيلوا كده بنت من بره حاطه ميك اب واموره وشكلها كيوت بس الريحه مش قد كده، فاهتموا جدا بنظافتكم الشخصيه
اوكي دي اهم نقطه. اللبس بقى يا بنات، لبس الجامعه ابعدي خالص عن الكعب العالي. الكعب العالي مش معمول خالص للجامعه ومش معمول للشوبينج، يعني دول حاجتين الكعب العالي مش معمول لهم خالص. مش ما ينفعش تروحي بيه الجامعه، لا روحي لو عايزه بس مش تبقي مرتاحه. الجامعه معروفه انها هلك، يعني اطلع محاضرات انزل من محاضرات روح مش عارفه اجيب اكل روح اجيب كتب، هلك. فانك لابسه كعب وعماله تتحركي بيه المسافه دي كلها فالموضوع صعب جدا. اعتقد بنات كتير بطلت موضوع الكعب ده. تاني نقطة هي الشنط، بلاش الشنط اللي هي يعني عارفين اللي هي الاناقة والشياكة واللباقة والكلام، الحاجات دي مش مكانها خالص. الجامعة بهدلة، يعني نمبر 1 انت هتبهدلي الشنط اللي عندك حرام يعني. نمبر 2 الجامعة عايزة الحاجات العملية، يعني خليكي احسن في اللي هي الباك باج دي احسن مريحة جدا، او الحاجات الكروس او الشنط العملية، يعني بعيدي خالص عشان الشنط المحنتفة دي اللي هي السودة اللي بتلمع اللي هي الاليجنت قوي دي، بعيدي عنها خالص لان مش هتحسيها عملية، مش هتكفي حاجتك ومش عملية تمام. نقطة بقى كنت بصوا يعني بشعة ايام ما كنت في الجامعة ويا رب يكون دلوقتي ما بقتش موجودة، هي الاكسسوري الكتير. في بنات بتمشي زي ما يكون عارفين الخيل، عارفين الخيل بيمشوا لابسين اكسسوري كتير قوي، فكل خطوة بدوشة. فخلي كده الدنيا رقيقة، لو هتلبسي مثلا خاتم واحد فما، لو هتلبسي الاكسسوري اللي هي بتتلبس في العقالات اللي هي العقالات بتاعت الصوابع، البسي مثلا ساعة ومعاها انسيال رقيق كده، بلاش شك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 
ومضايقاكي وبتاع. والله يعني لو كان ساعه ما انا كنت في الجامعه كان الملتون نزل كنت رحت بيه الجامعه. والله العظيم الجامعه فعلا مش عايزه لبس خنيق يعني. يعني حاولي تشتري، او لو انت بتشتري لبس او بتنزلي بلبس معين خنقك بلاش، خليكي في اللبس المريح احسن. لان زي ما قلت لكم حركتكم بتبقى كتير في الجامعه، اوف جينز بقى ضيق قوي خانقني مزهقني، هدوم كده اللي هي لايرز طبقات كتير وبتاع. يعني حاولي يعني تختاري اللبس اللي يكون مريح، اللي يكون قطن، اللي يريحك وانت قاعده، ما تحسيش ان انت قاعده متقمطه. يعني انا افتكر ان انا كان عندي تقريبا هوليرو كده جينز كان بيخنقني قوي في الجامعه، مش عارفه كنت بلبسه ليه، بس كان ضيق وبيضايقني. والجينز انتوا عارفين اما حتى بتيجي تتني ايدك رخم رخم حقيقي رخم، مش عارفه كنت بلبسه ليه. والله كانت دماغي مريحاني، بلاش روج احمر مش حلو خالص. يعني هو الروج الاحمر في الحياه العاديه احلى حاجه في الكون، انا من انصاره جدا، انا بعشقه، انا عندي استعداد ما احطش اي حاجه في الكون كله الا الروج الاحمر. لازم يبقى عندي بتاع 2 3 4 لبستك احمر تمام، ودايما بحس ان هم مختلفين. بس بلاش في الجامعه روج احمر، انت مش نازله تسهري يعني، بلاش يعني، بلاش الجامعه بالذات روج احمر يعني. والله بيتريقوا عليهم كتير، بيقعدوا يقولوا عليهم فامبايرز، وبيقعدوا وكلت صاحبتها وبتاع، بلاش يعني، عشان السخافات بتبقى كتير قوي في الجامعه. نيجي بعد كده يا بنات للعلاقات، العلاقات جوه الجامعه تمام. بلاش تبقي شخص انطوائي يعني، يعني بلاش تبقي قاعده بعيد عن الناس ومش بتصاحبي حد. الجامعه مجتمع مختلف خالص عن المجتمع اللي انت كنتي فيه قبل كده، سبيشال البنات اللي كانوا بيبقوا في مدارس بنات بس وكده، فانت داخله على مجتمع تاني عادي. يعني اتعرفي على ناس، اعرفي ناس، خلي ليكي صحاب، خلي ليكي يعني، يعني دايما خلي ليكي صحاب في كل مكان. المعارف حلوه، الصداقات حلوه، فيعني عشان تطلعي بس يعني اصلا انت محتاجه تعرفي على ناس كتير جدا عشان في الاخر تفلتري منهم اللي انت عايزاه. فبلاش تبقي انطوائيه، بلاش تبعدي عن الناس كده وتبقي لوحدك وبتاع، لا اتعرفي على ناس عشان الجامعه بالنسبه لك ما تبقاش حاجه ممله، تبقى حاجه حلوه يعني. اعتمدي على نفسك في كل حاجه يعني، مش لازم حد اللي يجي يعمل لك يعني، مش لازم اخوك يجي معاك يعمل لك حاجه، مش لازم مامتك تيجي معاكي، مش لازم باباك يجي معاكي. يعني اعتمدي على نفسك، انت خلاص دخلتي الجامعه يعني، بقيتي بني ادمه مسؤوله، فلازم تعتمدي على نفسك في كل حاجه. مهمة، مش كل الناس اللي في الجامعة اللي هتتعرفي عليها هتبقى بيست فريند. يعني اتعودي ان مش من اول ما تتعرفي على حد تدلدقي له تحكي له كل حاجة، لان هو ممكن ما يكملش معاكي الاسبوع الجاي اصلا تمام. فمش لازم تدلقي يعني، مش كل الناس هتبقى قريبة منك. انت لسه الناس دي في اول سنة هيتفلتروا، في تاني سنة هيتفلتروا اكتر، لغاية ما ممكن على اخر سنة تبقي طالعة بصديق او اتنين يعني. فمش لازم تدلدقي لكل الناس وما تحكيش كل حاجة تخصك لاي حد، لان ايه يعني الناس دي مش هتكمل معاكي للاخر. نقطة مهمة، نقطة مهمة للبنات الكتاكيت، الكتاكيت اللي لسه داخلين جامعة جديد، بلاش انتوا فاهميني، بلاش موضوع والكراش ومش الكراش والحاجات دي كلها، التفاصيل دي كلها تقعدي تضحكي عليها كتير قوي. والله العظيم تضحكي عليها كتير قوي، وهتقعدي انتي واصحابك كده بعد الجامعة يعني ان شاء الله،
قلت له ايه اللي احنا كنا بنعمله ده، فاهم؟ فبلاش الجو، الجامعه مش مكانها والله، ما مكانها، والناس دي مش هتكمل يعني، مش هيكملوا، اسمعوا مني، مش هيكملوا. فاقتصري على نفسك وجع القلب والعذاب، انبسطي بالمرحله دي، لان مرحله الجامعه احلى 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 مرحله ممكن تعيشيها في حياتك. يعني انا يمين يرجعني تاني ايام الجامعه، احلى ايام واحلى قعده واحلى صحاب. واه ما بقاش في منهم كتير يعني معايا، ممكن يكون واحد او اتنين او تلاتة يعني بكتير، وعلاقتنا ببعض برضو مش لسه كلوز زي الاول، يعني المسافه بعدت ما بيننا، بس كانت ايام حلوه، كنا بنقعد نضحك وبننبسط وبناكل وبنشرب، كانت الجامعه حاجه تانية خالص. فحاولي تستفادي قوي من الفتره دي عشان دي احلى فتره في حياتك. وفاينلي في الاخر خالص، يعني خليكي واثقه في نفسك، خليكي دايما حاسه ان انت ديفرنت، مش لازم تعملي حاجة بوم عشان تبقي مختلفة وسط الناس، اكيد انت مختلفة بطريقتك وباسلوبك وكلامك يعني خليكي دايما واثقة في نفسك وعارفة انك مختلفة، يعني ان انت غير اي حد. وبس بقى تهتموا بدراستكم، عشان مش هقول لكم بقى تذاكروا عشان ترتاحوا والكلام ده كله، بس الشهاده دي اهم حاجه، يعني حتى لو مش هتشتغلي بيها شهادتك مهمه، يعني اكيد هتحتاجي لها في يوم من الايام. يعني انا دخلت كليه حقوق وقعدت فيها 6 سنين، مش 4 6 سنين مش قادره، قعدت فيها 6 سنين بس، يعني حاسه ان انا في يوم من الايام لو احتجتها معايا شهاده، يعني لغايه دلوقتي ما اشتغلتش بيها، بس حاسه ان هيجي يوم واحتاج لها. المهم ان يكون معاكي شهادتك، خدي شهادتك واعملي اللي انت عايزاه بعد كده. بس كده يا حلوين، ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب الفيديو يكون فاتكم باي حاجه في الدنيا، حتى لو ما فاتكيش باي حاجه في الدنيا وقعدنا اتكلمنا مع بعض، بليز عشان خاطري، عشان خاطري يعني، وروني التفاعل بليز، واعملوا لي لايك للفيديو. وكمان البنات اللي مشتركتش في القناه اشتركي في القناه، والبنات اللي لسه مش معانا على انستجرام، انا مش فاهمه انت قاعده بتعملي ايه بجد والله العظيم، تعالي اقعدي معانا على انستجرام، ممتع اكتر يعني، مش اليوتيوب فيديوز بس، على الاقل هتشاركي معانا في انستجرام يعني. فاعملوا لي فولو على انستجرام من الاسم اللي يظهر هنا دلوقتي على الشاشه، او من اللينك اللي موجود تحت في الديسكربشن بوكس، والعدسات اساميها واللينكات وكل حاجه هتلاقوها برده تحت في الديسكربشن بوكس. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، باي باي.